اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء أزرار تمييز. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على ميزة متقدمة، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إزالة الرسومات المتحركة، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الأزرار تمييز. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء أزرار تمييز، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.